في الموقع بوست مشاهدينا نقرأ تقريرا حول الطفلة عتاب التي تعاني من إعاقتي الصم والبكم وتواجه ظروفا صعبة وتتحدى كل ما حولها لتتغلب على تلك الإعاقة التي أصابتها لتتمكن من العيش كباقي الأطفال. يقول الموقع إن عتاب وعائلتها المكونة من 7 أفراد تسكن في أعالي جبل جرة بمحافظة تعز وبمنطقة لم تعبد طريقها بعد داخل منزل غير صالح للعيش وينقصه الماء والكهرباء وهو مفتوح على الهواء دون أبواب ونوافذ، حيث تعاني كثيرا من أمراض الإعاقة كضمور الدماغ. وفقا للموقع فإن عتاب تتميز عن باقي أشقائها بكونها طفلة طموحة وتحب التعلم وتسعى لاستكمال تعليمها، ولم تمنعها إعاقتها من الذهاب للمدرسة بل تتمسك ببراءة أحلام الطفولة لتجني في يوم ما ثمار تعليمها وجهدها.